تمكن شبان متخصصون في مجال الميكانيك من تصميم وابتكار ذراع يتم التحكم بها عن طريق الهاتف، فيه ربط كهربائي وإلكتروني، في محاولة لتسجيل اختراع جديد يبرز جانبا مهما من قدراتهم. في وطننا الحبيب يحاول شباب في كلية الهندسة تقديم ابتكار لذراع ميكانيكي كمشروع تخرج لهم، تكتب نهاية فصل في حياتهم وبداية لعمق معرفي وعملي. نحتفل بتخرج مجموعة من شباب كلية الهندسة، وقاموا بتنفيذ مشروعهم لنيل درجة البكالوريوس في ورش شركة اسمنت الوحدة، وقدمت لهم الدعم الكامل من بداية المشروع وتنفيذ المواد إلى أن خرج هذا المشروع أمامكم كما ترونه في هذا النقاش العلمي الذي شكره الدكاترة والمشرفون وقالوا بأنه يصلح لأن يكون بحث ماجستير، وكان نتاج ذلك هذا الإبداع وهذا التميز وهذا البحث الفريد الذي يمكن أن يكون نقطة تحول في التقدم التكنولوجي في اليمن إن شاء الله وبإذن الله. الذراع عبارة عن ثلاثة أنظمة رئيسية: النظام الكهربائي والنظام النيوماتيكي ونظام تحكم يتم ربطها بدوائر آلية تنفيذية مصممة بتحكم وتوصيل كهربائي إلكتروني بحيث يتم التحكم به عن طريق الجوال. كلف نموذج الذراع ما يقارب 5 ملايين ريال يمني، وهو نموذج بدائي يمكن أن يستخدم في حال تطويره بشكل عملي ليكون في الخدمة الفعالة السريعة. فكرة المشروع تقوم على أنه يستخدم في خطوط الإنتاج حيث يقوم بنقل الأجسام والبضاعة من سير إلى جهة أخرى، ويقوم بترتيبها بنظام معين حسب ما هو مراد له. فكرة المشروع تقوم على أنه يوجد هناك نظام نيوماتيكي وهو المحرك لعملية الآرم، بحيث يستلم أوامر من قطاع إلكتروني تسمى الأردوينو وبعامل مساعد من الكهرباء. تم تضبيط الأمر كله الحمد لله بمساعدة المهندسين في المصنع، ما قصروا معنا، وكذلك إدارة إسمنت الوحدة. نحن فخورون في شركة الوحدة الإسمنت مشاركتنا للطلاب في مشروع الذراع الآلية، والذي يعتبر حصيلة لجهد مجموعة من طلاب كلية الهندسة. نتمنى من الطلاب إذا برزت لديهم أي فكرة أو أي إبداع أن يتقدموا به عبر كلية الهندسة إلى شركة الوحدة، وهي على استعداد تام أن تقوم بدعم هذه المشاريع، ونتمنى لهم التوفيق ومبارك عليهم هذا النجاح. في حاضرنا والمستقبل القريب جدا أصبحت الآلة بديلا وحلا سريعا ومختصرا للوقت والجهد، ما يؤذن بضرورة مواكبة هذا التطور السريع الذي جعل من الآلة كائنا عملي يخدم البشرية وكوكبها، وعليه يجدر المنافسة لتنمية مثل هؤلاء الشباب العامرين بالإبداع والابتكار.